حجاز، لو سمحت بي هلتقط الحديث من حيث انتهينا. انت قلت على انه يعني تحدثت اول حاجه عن حياتك في الشمال كبدايه لحياتك، واضح جدا انه كثير من القصص اللي انت كتبتها بدءا بدومه بات حامد مرتبطه ارتباط كبير جدا بالقريه اللي انت عايش فيها، برغم انه يعني مع وجودك في الخارج. الحقيقه ذكرت يمكن عاملين مهمين، هو الغربه في الخارج كشيء مؤثر على هذا، والحاجة الثانية العيشة الوحدانية اللي انت عشتها في الغربة. فطبعا هنا يعني في عاملين، هو هل انت بتعتقد انه يعني ارتباطك بالارض اللي هي طبعا مؤكد انه واد حامد فيها اصداء كثير جدا وانعكاس للقرية اللي انت عشت فيها في الشمال، وانه احنا بنعيش هنا في السودان حياة جماعية، يعني لأي حد انت ترى أنه العاملين أثروا في كتاباتك، هل هو مجرد حنين يعني من الخارج ولا هو ارتباط آخر ممكن تحدثنا عنه؟ هو طبعا أنا متأكد أنت هتوافق بأنه كل كاتب، أنا أعتقد الفن في أغلبه ينبع من الإحساس بالفقد، بأنه في حاجة غالية الواحد ضيعها، والواحد لا يكتشف هذا الضياع ومداه إلا لما يبعد منه. أفتكر الحياة في قرية في المديرية الشمالية بالذات بتصبغ الإنسان بصبغة عميقة لأسباب غامضة، لكن جايز إنه الحياة تبدو في الكلمة الإنجليزية في مايكروكوزم، يعني عندك حتة الأرض، النيل ذاته يبدو، أنا دائما أشوفه دلوقتي كأنه شيء غير حقيقي، كأنه حلم، وبعدين في الصحراء وفي حتة الأرض المزروعة وفي نهاية الحياة واضحة جدا جدا جدا. وده إحساس يمكن كمان قريب من الإحساس اللي فجر الشعر العربي في الأول، إحساس البادية وعوامل العدم غالبة. ده أنا حاولت أوضح ده شوية أكتر في الرواية الأخيرة في بندر شاه. الحياة تبدو بالمقارنة لعوامل العوامل التي تستطيع أن تمحو الحياة شيء غريب وغير واقعي. فالتعايش مع بيئة زي البيئة في إنجلترا اللي هي على النقيض من ذلك، لأنه الشخص يجد نفسه معتمد على إمكانياته الداخلية، فالكتابة فيها معنى المناجاة، فيها معنى الحنين، وفيها أيضا اكتشاف الشيء الذي فقده الإنسان أو يوشك أن يفقده، وإدراك أعماق ما كانت واضحة لما الواحد كان موجود في الوسط. بديهي جدا أن أنت عندك كلام عايز تقول للناس من خلال هذه القصص. أعتقد أرجو ذلك. أنا الحقيقة كنت عايز أعرف هل في حاجة محددة أنت بتنطلق منها عايز تقول حاجة محددة للناس؟ والله شوف، أنا طبعا التغيير يهمني جدا جدا، وده شيء واضح جدا في كل ما كتبت. وأنا أعتقد بهذه المناسبة إنه دومة واد حامد هي أصدق ما كتبت إلى الآن. لم أجد النتائج التي خلصت إليها في القصة دي إنها خطأ. طبعا أنا أريد التغيير، لأنه في فترة طفولتي الحياة في المديرية الشمالية كانت قاسية جدا جدا. أنا مثلا تعلمت المدرسة الأولية والابتدائية في بورسودان مش في المديرية الشمالية، لأنه في طول هذه المنطقة كان في مدرسة في مروي ومدرسة في تنقسي، كان في مدرستين فقط مدارس أولية. بعدين كان يبدو لي بأنه الإنسان في هذه المنطقة متروك
لعوامل الطبيعة، ما في أي عون يتلقاه من الحكومة من السلطة. وشفت أنا الأرض، الناس كيف في سنوات مثلا النيل ما يفيض يغطي الأرض، الحياة تصبح ضنينة وصعبة. في سنوات الناس يهاجروا، السواقي تتعطل. يعني كان واضح جدا ما يسمى الآن بعوامل التخلف في البلاد التي تسمى مجازا الآن البلاد النامية، الواقع هي البلاد المتخلفة. يعني لا تجد مثال أوضح ولا أعمق لضعف الإنسان إزاء عوامل الطبيعة مما كان تجد في هذه المنطقة. بالإضافة إلى أنه الإنسان كما عرفت أنا إنسان قيم جدا جدا، في طاقات واضحة جدا بأنها إذا أتيحت لها أي مساعدة تتفجر في قوة خلاقة وعظيمة. فأنا مدفوع، يمكن دي الضريبة إذا كنت أؤدي أي خدمة الآن، يمكن دي الخدمة التي أؤديها بأنه أنا أحاول أن أقول بأن التغيير لا بد منه، وأنا مع عوامل التغيير. لكن طبعا بعد كده بتجي تفاعلات أخرى، المشاكل اللي بيعمل التغيير. التغيير دائما كمان له ضريبة. يعني في القصة الأخيرة أنا عاوز أقول بأنه التغيير مش لعبة، يعني الناس يعملوا التغيير وكأنه ما حصل حاجة، طوال ينتقلوا من مرحلة شقاء إلى مرحلة بؤس، في أشياء تضيع أيضا. فأنا عاوز أنبه إلى هذه الأشياء التي تضيع أيضا. إذا كان ممكن التغيير والاحتفاظ بالأشياء القيمة اللي عندنا يكون ده غاية المنى. هو دي أوضح يمكن في بندرشاه من أي كتاب تاني. هي الحقيقة واضحة فعلا في كل الكتابات الأستاذ. طبعا حقيقة درس السؤال ما بلح عالف كتير في الإجابة عليه. إلى أي حد أنت موجود في قصص الكبيرة؟ والله شوف ده سؤال ده سؤال طويل، يعني الدكتور الشوش يمكن يجيب أحسن مني على هذا السؤال لأنه هو رجل أكاديمي وناقد وينظر للعمل الفني في محتوى واسع. لكن أنا عايز أقول ككاتب قبل ما يقول الدكتور الشوش بأنه الكاتب طبعا موجود لأنه هو اللي بيعمل عملية التجميع، لأنه كونه أنا جيت وقررت أكتب قصة في موضوع معين وعملت أشخاص معينين معناه أنا مارست عملية اختيار. فأنا موجود لأنه أنا حددت النظر إلى الأشياء بطريقة ما. لكن أنا ما موجود بمعنى أنه كل كلام يقوله أي تقوله أي شخصية في القصة أبقى أنا مسؤول عنه. لأنه يعني أنا قلت مثلا خذ الموضوع الذي أسأل عنه دائما، مثلا أنا قلت مصطفى سعيد كذا كذا وتكوين العقل كذا وتعلم كذا، بعد كده في منطق تمليه ظروف العمل اللي بيقولوا عليه يعني العلماء أمثال الأخ محمد إنه ده الشيء الأورجانيك الشيء الحيوي، بعد كده في منطق الكاتب لا يملك إلا أن يستمر معه. بالإضافة إلى أنه أنا كمان يمكن تأثرا بالدراما أحاول أن أخلق تناقضات. يعني في موسم الهجرة بالذات ما في أي statement، ما في حقيقة تقال إلا وفي حقيقة تنقض هذه الحقيقة، لأن العالم متشابك ومعقد وأنا أحب أن أوحي بهذا التشابك والتعقد. بعدين يجي واحد يقول لك أنت فلان، يعني ده سؤال أنا أعتبره غير وارد. لكن الأخ محمد أفتكر ممكن يقول أكثر في الموضوع ده. الحقيقة أنه يعني أنا أصدد أن السؤال ده يعني سئلت ليه، ولأنه من الواضح أنه في بتناوله دائما قصصك أو القصص الأخرى دائما بيصرف أنفسهم خصوصا في البلاد العربية وخاصة في السودان بالذات.
دائما الحديث بتاعهم أنه الكاتب هو أو يحاول يستخلص الجوانب الشخصية من عمل الكاتب. طبعا دي عملية سطحية. الحقيقة أنه العمل الفني الكبير فيه جوانب كبيرة من شخصية الأديب، يعني من جوانب فيها، لكنها ليست هي اعترافات بتاعة كاتب. وزي ما قلت أنت، في شخصيات متناقضة في تفكيرها. طبعا مؤكد جدا حتى الإنسان نفسه في تناقض في شخصيته وفي تناقض في أفكاره وكل حاجة، وبيعبر عنها. وبالتالي أنه يعني الكلام زي ما قلت أنه هل الطيب صالح، زي ما قال ناقد دلوقتي حديث في بعض الجرائد بأنه هو مصطفى سعيد أو إلى آخره، طبعا ده عملية يعني حقيقة ما صح. وبعدين كمان لو ممكن أضيف، أحيانا كونه الكاتب أو القصة تتحدث بلسان المخاطب، يعني يقول لك أنا قلت وأنا، ده هذا يبدو إنه اعتراف، لكنه إذا الأسلوب ده لو استعمل استعمال عمدي يكون هو غاية التجرد. أنا طبعا في موسم الهجرة بالذات كنت عارف إنه القارئ خصوص في قصة فيها جوانب مثيرة، يعني إذا صح التعبير، فالقارئ بالنسبة للقارئ السوداني، القارئ السوداني بالذات، طبعا القارئ السوداني بالذات يبحث عن الكاتب. من السهل جدا إنه مضامين العمل ومراميه القارئ يتنصل منها بأنه يلصق بالكاتب، وده الواقع نوع من الهروب من مواجهة العمل. فأنا قبلت هذا الافتراض، لكن أنا أعطيت القارئ صوتين، كل واحد بيقول أنا سويت وأنا عملت، فكنت أؤمل بأن القارئ يجد نفسه في النص، يعني بين قطبين، بحيث أنه يضطر عشان يفكر إنه الحكاية دي مش حكاية واحد بيعمل اعترافات، لكن في واحد عامل عملية فنية فيها كثير من التعمد عشان يقول شوية أفكار. الواقع إنه من دراسة أو قراءة حتى الشخص اللي قصصك بيحس إنه في أشياء كثيرة أنت ألميت بها قبل فعلا ما تبدأ تكتب. دير إنك تحدثنا عن قراءاتك. أنا ممكن أتدخل المرة الثانية برضو وأقول يعني قبل ما نبدأ الموضوع ده، وهو موضوع جديد، ننتقل إلى موضوع الأغاني مرة أخرى، وأفتكر الأستاذ طيب برضو يتقدم إلى المستمعين بأغنية. طيب كتر خيركم. والله أنا بيعجبني كثير من الغناء، يعني أنا زي واحد جعان وكل ما يقدم له شهي، لكن يخطر على بالي صلاح ابن البادية، يعجبني صوته. أيوني محددة. وقول الحرير مثلا. بكيت من
بكيت. مذنب إذا أنا اشتهيت، طبية من العطور اشتهيها، مذنب إذا أنا اشتهيت. سافرت في عيونها عيناي ما ارتويت، سائر الليل على كتفيها، تهتلت حولي فما اهتديت. وش وجعني العبير العبير بكيت من